رحلة عمرك ألوان ألوان، رحلة عمرك ألوان، كل صفحة قدر ترسم لك صور، رصنا في البشر رحلة عمرك ألوان. يا من عمرك سافر، خذ الحكمة نهار، في كل دوحة ثمار، رحلة عمرك ألوان. يا من عمرك سافر، خذ الحكمة نهار، في كل دوحة ثمار، رحلة عمرك ألوان. رحلة عمرك ألوان ألوان، رحلة عمرك ألوان، لك القصة آثار، تمهل في النار، تأمل في العبار، رحلة عمرك ألوان. سمعك والبصر في ليل السحر، لك يضوي القمر، رحلة عمرك ألوان ألوان. رحلة عمرك ألوان ألوان، رحلة عمرك ألوان. بسك نوم. الحياة أمل وعمل. أنت قاعد لي نايم أهو. السلام عليكم. عليكم السلام يا ابو بشر. والله مش اقول لك في كم مرة يعني ما في شغل. الله كريم الله كريم الله كريم. ان شاء الله احنا يعني بنروح احنا ان شاء الله. الله كريم بس يعني هو ما في اشغال. لكن قواك الله يا ابو علي. الله قواك. انت الوحيد اللي تفهمني.
وش فيك ما ترد؟ نبي نروح زيارة ضرورية حق أبو مهدي، أمرقت في المستشفى. ها إن شاء الله ويانا. لا لا أنا مشغول أنا. براحتك عزيزي، مع السلامة. السلامة. السلام عليكم. عليكم السلام، هلا بالجيران، حيا الله الرياضيين، هلا بالعيارين. كل مره تقول بجي تلعب ويانا ولا تجي؟ مشاغيل يا الجار، تعرف بعد امور وكذي. ان شاء الله المره الجايه ان شاء الله نضبط الجوتي ونجي نلعب وياكم ان شاء الله. يلا على خير. تعال تعال ها. وش اللي كان يغيب عادي. السلام عليكم. ابوي ايش حوالك؟ عليكم السلام، حياك الله وليدي. الله يسلمك. تعال. ابوي وش مسوي؟ وش اخبارك؟ والله الحمد لله زين انا ابوي، الحمد لله. عندي لك خوش اقتراح. ايه. تستغل في وقتك وتستفيد. حصلت لي شغل. حصلت لك احسن شغل في ثواب من عند الله. ايه. في مشروع تطوعي في القرية ومحتاجين شباب أمثالك. أنا؟ لا أنا. إيه. أنا عمل تطوعي؟ إيه يا ولدي. إيه. إيه يا أبوي أنا يعني زين بس يعني تعرف مشاغل ووقت باضي وتعب ويبا ما وش لك بعوار الرأس. مش قلت؟ لا أقول عندي عوار في الرأس هني مني شوي فبروح مسات أم فما لا أبوي أمر على شيء. إلا كسل وملل.
وش الجار نايم برا ما عندك بيت؟ يلا نمشي نمشي عنه. متى العرس؟ حسن مبروك على التقاعد. هلا ابو حسن. اهلا. عاد هالكيكه مي محسوب عليك، المحسوب عليك الغداء لان هالشباب جايبينها. الله يسلم. حاضر ان شاء الله يا ابو حسن. حياه تقاعديه جميله ورائعه ان شاء الله. الله يسلم. واستانس فيها قد ما تقدر. الله يخليك حبيبي. يعطيك العافيه الغالي. مشكور ما قصرت. الله يسلمك ان شاء الله. الغداء لا تنساه.